دولة الرئيس كان بيعرض الحقيقة معدل النمو، وأنا يمكن يعني وإحنا بنبص النهاردة بنلاقي أنه النمو في مصر وصل إلى معدلات مرتفعة في بعض الأحيان، ولكن هو دايماً اتسم بعدم الاستدامة، دايماً في حالة شديدة من عدم الاستدامة، بنطلع ثم بنقعد سنتين ثلاثة في معدلات نمو مرتفع، ثم بنرجع تاني ننخفض وننخفض بشدة. فعدم استدامة على الرغم من ان احنا بنحقق معدل نمو حقيقي وبنحقق معدل نمو موجب ومرتفع، الا انه اتسم بقدر عالي من عدم الاستدامة. وطبعا يعني الاساس في عمليات التنمية ان احنا نفضل عدد من السنوات عند معدلات نمو موجبة ومرتفعة لعدد من السنوات المتصلة عشان نبدأ في الإحساس بثمار هذه التنمية. طب الكلام ده له سبب، إيه سبب التذبذب الشديد في معدلات النمو؟ لازم أبص على مصادر هذا النمو، لازم أشوف النمو ده بيجي من فين عشان أقول النمو ده متذبذب ولا ممكن هو يستدام. طبعا أول حاجة إنه النمو ده كان لغاية 4-5 سنين مدفوع بشكل أساسي بالاستهلاك، لغاية منتصف لغاية 2015-2016 كان بشكل أساسي اللي بيدفعه هو الاستهلاك، وبدأ الاستثمار في الفترة العدد السنوات الأخيرة يبتدي يساعد في دفع هذا النمو. النقطة الثانية إنه حصل فجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة الماضية، وبالتالي بقينا بنعاني من عجز في الميزان التجاري، وبالتالي المصادر الأساسية اللي بتؤثر في هذا النمو أدت إلى عدم استدامة هذا النمو. النقطة الثانية أيضاً وهي مرتبطة بفجوة الصادرات والواردات، إن أنا النهاردة عندي القطاعات اللي بتساهم في النمو اللي هي القطاعات الإنتاجية اللي هي بيقف عليها الاقتصاديات، دايما بنقول كده العواميد بتوع البيت او عواميد الاقتصاد بتوعي اللي هم القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة، وزاد إليهم دلوقتي التكنولوجيا، الاتصالات التكنولوجيا، القطاعات دي مساهمتها في النمو كانت متدنية.